صراحه النجاح ديالنا في هذا اليوم، هذا اليوم العالمي لانشاء يعني لعبه الميني فوتبول بالمغرب وبالخصوص بمدينه القنيطره، لان الملك الله ينصرو تيشجع الجهويه وحنا تنشجع الجهويه وكذلك المغرب ككل. الميني فوتبول انا شفتو يعني تيتقدم واحد السرعه كبيره، والمغرب هو السباق لكل التظاهرات الرياضيه سواء في العدل الريفي او الرياضات الجماهيريه، فما يمكنش يعني هاد التطور ديال هاد الكره المغرب يكون خالي من المشاركه ديالو. ومن هنا يعني انطلقت الفكره باش حتى حنايا نكونوا يعني في هاد الملتقيات الدوليه، لان الهدف ديالنا هو رفع الرايه الوطنيه خفاقه في كل هذه الاقطار العربيه الافريقيه والدوليه. اولا حضور تونس هي ممثله بنائب رئيس الاتحاد الدولي اللي هو اشرف بن صالح، يعني رئيس الاتحاد التونسي ورئيس الاتحاد الافريقي، لانه شخصيه كبيره في المنظومه، ولهذا يعني استجب للدعوه باش يكون معنا في هذا اللقاء. وكذلك بن صالح كوثر، يعني بالحاج كوثر، فكذلك فهي تمثل اللجنه الدوليه للميني فوتبول بالكرة القدم النسويه، وجودها فهي وجود اضافه للمنظومه لتشجيع المرأة المغربية وتشجيع اللاعبة المغربية لتكون في الملتقيات إن شاء الله لتمثيل المنتخب أحسن تمثيل في كبريات اللقاءات. هذا الملتقى هو التعريف بالميني فوتبول، هو يعني نشر يعني لعبه الميني فوتبول، لان الوجود ديال الصحافه الان كشريك يعني في هذه المنظومه غادي يجعلوا باش ان الميني فوتبول غادي يتقدم كواحد الطبق باش الناس يعني يفهموه، وان شاء الله حنا وراء هذه المنظومه هذه باش تفعل ان شاء الله مستقبلا. ونحن نفكر في تنظيم ملتقى عربي باش نلعبوا على المستوى الميني فوتبول، ولماذا لا يعني تنظيم كأس العالم إن شاء الله في القريب العاجل مستقبلا في المغرب إن شاء الله. هو كرة القدم النسوية فهي تتمثل واحد الشريحة من المجتمع اللي بدأت الحمد لله تتبرز الوجود ديالها من ناحية ديال التفوق والإنجازات، فكرة القدم النسوية فهي يعني واحد النجاح كبير أنها تكون هي منتمية لهذه المنظومة باش حنا تعطينا فريق وطني في الميني فوتبول في المستوى العالي. الحضور ديالي هنايا هي أنا جد سعيدة على أنه من ستكون يعني واحد التظاهرة الرياضية، ولو أنها ما ستكونش في الملعب ولكن تظاهرة رياضية، بس كنت انطلاقة الآن بواسطة اليوم الملتقى العالمي الأول لميني فوتبول، هو انطلاقة بالنسبة للتكوين وبالنسبة لكل ما تكلم عليه السي زكريا وكذلك السي شيبو من أجل تطوير الميني فوتبول شي البنات والولاد، فلهذا يعني هذا شرف لي، وكذلك كون انني تنتمي للعائله الرياضيه فهذا تبين مدى اهتمام الناس بالرياضه، باسكو ما نساوش على ان الرياضه وسيله من وسائل النجاح وكذلك من وسيله من وسائل التنميه البشريه. الشباب محتاج للرياضه، الشباب محتاج للدعم، لما تنقول الشباب يعني فيهم البنات والولاد، محتاجين على اننا باش نتكلفوا بهم، محتاجين على اننا باش نشجعوهم ونحبوا لهم الرياضه. الرياضه يعني كره القدم، العاب القوى، باسكتبول، يعني جميع الانواع الرياضيه هي مهمه، ولكن تيخصهم يمارسوا الرياضه. مشكورين المسؤولين على التنظيم ديال هذا الملتقى هذا، وكذلك على المشروع اللي ان شاء الله غادي تبدا انطلاقه ديالو هنا في مدينه قنيطره. بل ممثلين باسكو سي السيد رئيس الاتحاد الافريقي وكذلك رئيسة اللجنة الدولية للميني فوتبول كوثر بالحاج، يعني هذا تيبين مدى أهمية المغرب
ماشي غير الرياضة داخل المغرب ولكن مدى أهمية المغرب والاعتراف الكلي على أنه المستوى اللي وصلوا المغرب لا بالنسبة للتنظيم لا بالنسبة للتأطير لا بالنسبة يعني كل الأشياء اللي كتهتم بالرياضة، فهذا سيبين على أننا فاردين رأسنا وموجودين في المكان. مرحبا بكم أشرف بن صالح رئيس الكونفدرالية الأفريقية لكرة قدم وصغرى ونائب رئيس الاتحاد الدولي. اليوم تواجدي في المغرب هو جلسة أولى تأسيسية للجمعية المغربية لكرة قدم وصغرى. الجمعية تولدت كبيرة بوجود السيدة زكريا طارق اللي كانت معنا اجتماعات تحضيرية تقريبا 3 أو 4 اجتماعات تحضيرية قبل مجيء إلى المغرب. اليوم الحقيقة مفاجأة سارة جدا لنا الوجود الإعلامي وكذلك وجود عديد الشخصيات الرياضية الموجودة هنا في الملتقى. المغرب دولة عظمى في الرياضة في أفريقيا وعندها كلمتها على المستوى الدولي والمستوى العربي. احنا كاتحاد دولي في حاجة لوجود المغرب معنا في الرياضة هذه. 144 دولة منخرطة الآن في الاتحاد الدولي، تقريبا 32 دولة على المستوى الأفريقي. اليوم حان الوقت لوجود المغرب في هذه الرياضة، وإن شاء الله وجود المغرب راح يعطي إضافة كما يميز الملتقى كونه الطموح نتاع الجمعيه طموح كبير. يعني يحكي لك على كاس عالم، يحكي لك على تنظيم كبرى تظاهرات رياضيه، ماهيش بتاع جمعيه نشأة جديده. يعني المفروض نعطيوها سنوات من العمل وننتظروا العمل نتاعها، لكن الطموح نتاع السيد زكريا والجمعيه يعني طموح كبير، وخلانا نحن مع بعضنا نفكروا باش المغرب تنظم كاس العالم القادم للسيدات اللي هو حدث رياضي معناتها دول تستنى سنوات باش تنظمه، لكن احنا الكل راح نكون يد واحده باش المغرب تحقق الهدف هذا إن شاء الله. عسلامة كوثر بالحاج محمد، رئيس اللجنة النسائية لكرة قدم وصغرى بالاتحاد الدولي. اليوم أنا في زيارة للمملكة المغربية هنية، وفرحانة برشا بالزيارة هذه. كنا تعدينا بالملتقى الرياضي للميني فوتبول، جينا باش نعرفوا الميني فوتبول، نتعرفوا عليه ونحكيوا أكثر على الإنجازات اللي عملناهم. أنا بلو بارتيكوليرمون معناتها المداخلة متاعي على الميني فوتبول الفيمينان النسائي. والحقيقة حبيت برشا فكرة رئيس الاتحاد الافريقي كي قال معناتها علاش ليه المغرب ما تحتضنش كأس العالم في نسختي الثانية للسيدات. شرف كبير لينا كالدول العربية، وإن شاء الله نخفوا معها في تحضير الملف هذايا وتقديمه معناها، وإن شاء الله المغرب تروح كان ربحانة معناتها ربحة الحدث هذايا. بعديك تعدينا للسنتر متاع تشيبو، الأكاديمي تشيبو، وفريمون كانت لي المفاجأة خاطر زرت برشا بلدان وزرت بوكو دو سنتر بوكو دأكاديمي. برسمي لا كاليتي دو لانفراستركتور كو لي لقيتها هنايا جينيرالمون نلقاها كان في لي كلوب معناتها لي غران كلوب بروفيسيونيل دو فوتبول اون اوروب اكسيتيرا. لقي كي نلقى معناتها اون اكاديمي بريفي وعامله المجهود هذايا وحاطه بور لا فورماسيون فما نظام، خاطر انا بن دومين وكي ندخل معناتها نجم نعرف يا اون فري فورماسيون او با يا اون فري فورماسيون، خاصة نلقى كيلكو في هنا جروب اللي ورايا سي دي فام براتيكون دو فوتبول. فريمون سا ما في شو او كور دو دو يا اون ساتيسفاكسيون دو تو لي بوزوان دي كونسوماتور. خاطر كي ندخل نلقى ان سونتر دو ريدوكاسيون، فما ان بروجي دو بيسين اي دوتيل، كي نلقى فما سال دو سبور اي سبيسيال فام اي سبيسيال هوم، معناتها لو بارون كي يجي يل تروف تو ايسي. ينجم يبدا يعمل في سبور الفوق ويتفرج في ولد ويترينا او ميم طون معناها. كرة القدم النسائية كرة قدم مصغرة معناها السؤال. والله الحقيقة أغزري المغرب كانت ديما متسبقين راهي وتونس في كرة القدم معناتها الفوتبول 11 نحكي، كي نشوفوا كأس العالم وكأس أفريقيا شكون اللي يقعدوا يترشحوا ديما؟ معناتها نلقاو المغرب وتونس ومصر معناتها ديما ثلاثة دول هذوما متسبقين. بالنسبة للرجال هذايا، بالنسبة للنساء الميني فوتبول هو معناتها سيتان بيبي في تونس اللي قاعد يكبر، بيان كو معناتها لا بروميير تونس في الميني فوتبول فيمينا إلا كخيي، وإن شاء الله نقعدوا ديما نحافظوا على الميل نتاع الديفلوبمون. سا نونبيش كو يد واحدة نقولوا ما تصفقش، لازم كي أنا نمشي المشاركات نلقى المغرب ونلقى دول أخرى، نلقى ليبيا، نلقى مصر، نلقى برشا بلدان عربية معايا. هذايا ما نجم كانش يكون شرف لي أنا، خاطر من سيفتي ما ننساش أنا مرأة عربية معناها، كما شجعش الدول العربية باش تكون سباقة ونحيوها كنظرة للمرأة معناتها العربية راهي يقول لك ما تشاركش في الرياضة وماهيش معناتها رياضية كل شيء، لازمنا نثبتوا للمرأة قاعدة تشارك معناها. سي كومبليمونتيغ الإجابة على سؤالك، راهو لي بيي كان ما نبداوش مع بعضنا، وذاك علاش عندنا اليونيون مغربين توا نعملوا فيها، ما نبداوش مع بعضنا ما نقدموش مع بعضنا راهو ياكلونا كما نقولوا معناها. سي ان افور ا دو. اسم سهيلة بيي، لاعبة بأكاديمية شيبو لكرة القدم. حنا كنشكروهم اللي دارونا اليوم هاد التظاهرة باش نبقاو نلعبوا كرة القدم، يعني الرياضة اللي كتعجبني بزاف واللي اختاريتها أنا، يعني أنا كبنت وماشي كاع البنات كيلعبوا كرة، اللي هي أغلبية الناس كيقولوا غادي للدراري، وهي يعني حتى البنات يقدروا يلعبوها وكلشي يقدر يلعبها حيت هي رياضة زوينة ديال بصح،
وانا كتعجبني بزاف، وحنا غادي نحاولوا نعطيو كاع الجهد ديالنا باش نلعبوا في ايكيب ناسيونال، نلعبوا على المستوى الدولي على كاع المستويات ان شاء الله، نكونوا فرق اخبار ونمثلوا المغرب في احسن صوره زوينه. وكنشكر اكاديميه شيبو بزاف بزاف بزاف، وكاع الاطور اللي كيحرصوا على لي زونطريمون ديالنا يكونوا في الوقت نترينيو، وكنشكرهم على دائما كيديروا لنا كيف حال التظاهرات وما كرهناش، دائما بقاو كيف حال هكا. وكنشكر السيد محمد شيبو يوسف شيبو اللي كيسهروا لي دائما على باش نكونوا حنا، وداروا لنا فرقه نسويه ديالنا هنايا باش حنايا نلعبوا كيف حال الدراري، وحتى حنايا نكونوا ان شاء الله جيل صاعد وواعي. وكنشكر الاتحاد الدولي للميني فوت. السلام عليكم، معكم غسان يقين. انا صراحه عجبني هادشي بزاف، وكنشكر نادي شيبو اللي عطاتني فرصه نبين المهارات ديالي، وكنشكر السي زكريا المدير ايبياب على التفاعل هادو اللي دار معنا. الوالد كان كيعلمني نلعب كره هو وخويا، المهم حتى لا فامي كانوا كيعلموني نلعب كره، حتى الحمد لله وليت لعاب، واي واحد كيشوفني كيقول لي تبارك الله عليك انت لعاب وخاصك دير مستقبلك في برا. بسم الله الرحمن الرحيم، محمد شيبو مسؤول على اكاديميه شيبو. فاولا كنبغي نهنئ الجميع بهذا المولود الجديد اللي هو الجمعيه الوطنيه للميني فوتبول، اللي اليوم خدات هذيك لا ليجيتيميتي ديالها بحضور رئيس الاتحاد الافريقي للميني فوتبول، وكذلك السيده رئيسه تطوير اللعبه على مستوى الفوتبول فيمينين. فاللي بغيت نوصل هو انه هذه لعبه ماشي جديده، كاين اتحاد افريقي واتحاد دولي واتحاد عربي، والمغرب ما خارطش فيهم دونك، والمغرب عنده جميع المؤهلات باش يكون حاضر. علاش؟ لحقاش عندنا ملاعب القرب ان شاء الله الحمد لله في جميع القرى وجميع المدن، حتى في بعض القرى كنلقاو ملاعب القرب بفضل السياسه الرشيده ديال صاحب الجلاله. وقلنا علاش لا ما نكونوش حنايا هذاك لو ديكلونشور اللي ينظم هذه الممارسه اترافيغ تصدير واحد السياسه رياضيه اللي غادي توسع القاعده في الاول وتهتم بالخيرات ديال 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 ديال, ديال, ديال النساء. كذلك نخدموا على مستوى التكوين، تكوين الاطور، تكوين اللاعبين وتكوين الحكام، باش ان شاء الله في المستقبل يكون عندنا ابطال، يكون عندنا فرق في المستوى اللي تقدر تشرف المغرب في المحافل الدوليه، وكذلك المغرب يمكن له ينظم ويستقطب التظاهرات الدوليه ان شاء الله.